اتحاد الكرة مسؤولينه قرروا يحولوا عدد من الشخصيات الرياضية للجنة الانضباط بالجبلاية برئاسة سيد البنداري لاتخاذ القرار المناسب. بعض المسؤولين هجموا اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة، تحديدا فرج عامر رئيس نادي سموحة، سمير حلبية رئيس نادي المصري، وخالد مهدي مدير الكرة في الانتاج الحربي. طبعا ده كان في إطار فرض أجواء أكثر انضباطية في المنظومة الكروية. طبعا زي ما احنا عارفين انه عودة الدوري الممتاز عادت يمكن معها الإثارة والمتعة والأخبار، وأي مسؤول في أي فرقة النهاردة حريص جدا انه هو فريقه يستمر ويكون فريقه أفضل فريق، وانه هو يخاف من الخسارة. دي تخوفات مشروعة، وكل فريق ليه أهداف أكيد في الدوري، فاللي جاي يعني ان شاء الله يكون أحسن، وكل فريق عايز يبقى في القمة، هدفه التواجد في المربع الذهبي. بس طبعا اللي يمكن الحماس أو الاندفاع ممكن يخليك تغلط أو توقع في الغلط. خليني أقول برضو وجهة نظر يا سام في الموضوع دوت. وجهة نظر في القصة ديت أن لازم من الأول مع بداية الموسم لازم يكون في لائحة واضحة جدا جدا للخروج عن النص، أيا كان لعيب إداري رئيس نادي، لازم يكون في يا جماعه لازم يكون الكلام ده واضح، ولازم يكون في. انا عمري ما شفت وانا عايش في 15 سنه في اوروبا ان في مدير كوره، مع احترامي للجميع، مع احترامي لكل الاشخاص اللي تم ذكر اسمائهم، ان في مثلا اداري في البايرن او رئيس نادي بيطلع هاجم اي عضو من اتحاد الكوره ده، فده على طول او حتى على مستوى التحكيم الكلام دوت غير مقبول وغير موجود خلاص في الكرة العالمية. احنا دايما بنبص لقدام وعايزين نبقى زي الناس بره. فانا شايف ان يعني اللجنة الخماسية بتاخد اول خطوات، لكن اتمنى ان يكون في لائحة واضحة الخروج عن النص، اذا كان اداري يا رئيس نادي لاعب حكم عامل اي حاجة لازم يكون موجود لائحة، اللائحة دي تطبق على الجميع. وخلينا نتكلم، يا ريت الثقافة توصل لنا ان احنا كل الناس يبقى تتعامل بمنظور احترافي شويه، مفيش خروج عن النص، الكلام ده مش موجود بره، وان شاء الله احنا ما يكونش موجود في مصر. بقول كده سامع عشان نبدا بقى نحط رجلينا صح. يعني خلي بالك لما يكون رئيس نادي مع احترامي للجميع او مدير كوره بيطلع بيتكلم بشكل وحش على اعضاء اللجنه الخماسيه، الكلام ده حتى لو في اخطاء لكن ممنوع منعا باتا ان الكلام ده يطلع في الميديا، وممنوع ان هو اصلا يصرح بيه، يوصل للصحافه الكلام ده. اتكلم طبعا القوانين بره، لكن احنا نفسنا نحط رجلينا على الطريق الصح. وعشان كده دايما بتكلم، ساعات الناس بتزعل مني لكن انا بقول كده لان انا حابب اشوف بلدي احسن بلد، حابب اشوف الدوري بتاعي احسن دوري، نفسي التجارب اللي انا عشتها خلال 15 سنه انقلها واقول للناس لا احنا لازم نشتغل بطريقه معينه. فيعني بس كل واحد كابتن زي ما احنا يمكن قلنا برضو من شويه بيبقى ليه اهداف. انت النهارده بتصارع على انك تستمر في القمه، في غيرك بيصارع حتى على الهبوط، في حد بيصارع على انه يكون في المنطقه الدافيه، فكل واحد عنده اهداف هي يمكن تكون اللي بتخليه. ما هو ده اللي بتكلم، ده الاحترافيه، انك ازاي يعني تكون مسؤول. هي روح الرياضيه، الروح الرياضيه، روح المسؤوليه، هنفضل نقول كده للصبح. هي المسؤوليه. بس يعني